لازم نحول الزيادة اللي بيسموها زيادة سكانية، لا بدل تبقى طاقة بشرية، تبقى اللي هي بيسموها بالهيومن ريسورس اللي هي الموارد human power. البشرية، نبقى موارد بشرية ما نبقاش. وده مش هيجي إلا بالصناعة. طبعا طبعا طبعا. وشايفين كمان الزراعة النهاردة إزاي، استصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء، وبعدين كمان حسن استغلال المية، إن إحنا كن طريقة الري بتاعتنا كانت فيها إهدار كبير للمية جدا. شايفين النهاردة عمليات تفطين الترع والمصارف والعمليات دي كلها، وعملية الري بقى بالتنقيط وبالرش، يعني الأمور دي كلها طبعا بتفرق جامد جدا عن الإهدار اللي كان موجود في الفترة. وبعدين كمان أهم حاجة وجود الدولة، لأن أنت حصلت لك جريمة في 40 سنة، التعدي على الأراضي الزراعية، حصل كل وده حاجة، حصل وده وحصلت حصل. مجموعة جرائم يا فندم، جرائم. لا دي ليه؟ لأن دي حصلت بسبب غياب الدولة. يعني إن وفعلا الرئيس لما بيقول ما كانش فيه دولة، فعلا ودي كان فيه قائد، والنهاردة بيرجع الدولة، يبقى فيه دولة فعلا. يبقى فيه النهاردة اللي هيروح يبني على الأرض الزراعية، لا يبقى عارف إن فيه دولة، لو بنى حاجة بكرة هيلاقي البلدرات بتشيلها. أحسن، عشان بياخد حقنا لما كلنا. للأسف لا، يعني أنت لو تبص اللي حصل في الدلتا وفي المناطق دي، كمية الأراضي اللي هدي. يعني إحنا حاربنا وتعرضنا لمؤامرات، وأممنا قناة السويس وحرب السويس عشان نبني السد العالي علشان نوفر المية ونستصلح ونكبر الرقعة الزراعية. للأسف على قد ما كبرنا يعني اتاكلت بقى بسبب غياب الدولة لفترة كبيرة. يعني صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا باشمهندس عبد الحكيم، ألف 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 شكر.